وقال المجنون يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويعظمها ويحيى إذا فارقتها ويعود. يموت الهوى مني إذا ما لقيتها. المجنون قال يموت الهوى مني. وكان سألت مرة سيدنا الشيخ نسيت سيد عبد الرحيم عند خروجه من المدينة كيف يكون حاله عند الرجوع إليها؟ قال حالنا حال المجنون يموت الهوى مني إذا ما لقيتها. يعني كثرة المكوث قد يميت الهوى الشوق، لكن إذا فارقت ترجع تجد نفس جديد في التعلق بالمحبة. يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيى إذا فارقتها ويعود. جزاه الله خير المجنون الذي عبر عن أحوال المحبين. جزاه الله خير. ما كان يجد واحد يعبر على ذلك التعبير بهذا الحب، الحب الشامل، الحب المقدس الذي ينبغي ان يكون عليه المؤمن، وهو حال الصالحين، وهي الاحوال القلب المحبه. يقول جنه حتى تؤمن ان تؤمن حتى تحب، لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه.